بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا إنه كان عبدا شكورا وقضينا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله.